بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. نواصل ما زلنا دائما مع درس العنصر الكيميائي. في هذا الفيديو التاسع راح نتعرف على الشوارد، لكن أي شوارد؟ شوارد الأحادية الذرة، أي ليزيون مونو أتوميك. إذن أعزائي، شاردة أحادية الذرة واش دير؟ أي تنتج شاردة أحادية الذرة عن ماذا؟ عن ذرة. عن ذرة منين جات؟ منين حتى تحصلنا على شاردة أحادية الذرة؟ جات من ذرة. هذه الذرة وصرنا فقدت أو اكتسبت إما فقدت أو اكتسبت واش؟ إلكترونا بلس أو أكثر. إذن يعني هنا نعرفوا باللي يمكن للذرات أن تفقد أو تكتسب إلكترونا أو أكثر، هذه على بالنا بها. إذن تسمى الشاردة الموجبة، نسموها بكاتيون نسبة إلى الكلمة الفرنسية كاتيون، كما تسمى الشاردة السالبة وسنسميها أنيون. صح، نعطيكم بعض الأمثلة، شوفوا معي مليح، شوفوا في الجدول هذا. صح، ها اللي هكا، شوف مليح هنا، إيون معناتها شاردة، نبدل القلم هاك، الشاردة أطوم معناتها ذرة، هنا الذرة تاعها، هذه الشاردة وهنا الذرة تاعها، لا شارج ديون أي شحنة الشاردة، نت الشاردة. صح، وهنا نومبغ ديليكترون، لأن كلمة نومبغ نختصرها هكا، نومبغ ديليكترون أي عدد الإلكترونات، هنا عدد الإلكترونات. خلاص، شوفوا معي، نبدأ بشاردة الصوديوم، هذه الصوديوم. صح، شاردة الصوديوم، شوفوا مليح، Na+ ذرة الصوديوم واش فيها؟ فيها 11 زاد يساوي 11، شوفوا مليح، زاد يساوي 11 والأ يساوي 23. خلاص، صح، يعني هنا رانا في العنصر الكيميائي، سواء قلنا سواء جبدنا هذه قلنا Na+ ولا Na، يبقى العنصر الكيميائي هو نفس الخواص الكيميائية، ما يتبدلش. ذرة الصوديوم شاردة الصوديوم بلس، كاين Na+ واحد، يعني الشحنة تاعها زائد أو، أي الشحنة الابتدائية، شحنة ابتدائية موجبة، شحنة ابتدائية كما هنا تاع الفلور هو F- شاردة سالبة، وهذه شاردة موجبة، إذن هذه شحنة موجبة وهذه عندها شحنة سالبة. لاحظ بالنسبة للصوديوم زاد 11، A 23، نويات، عدد النويات 23 ناقص 11 عطاتني 12، عدد النوترونات، عدد الإلكترونات 10. علاش هنا كيما ذرة الصوديوم هنا عدد الإلكترونات في 11، لكن احنا شاردة الصوديوم فيها 10،
لأن N بلس انقص إلكترون. متفاهمين؟ صح. كما الفلوريور الفلور كما نسموه الفلور صح، هذه لاحظ فيها 9 زاد 9 يعني تاع ذرة الفلور فيها 9 إلكترونات، فيها 18 أنويات، النوترونات 18 ناقص 9 تعطينا 9، لكن 10 إلكترونات. منين جاء إلكترون؟ لأن F مو فيها إلكترون زيادة. متفاهمين؟ نزيدوا الأخرين مثلا عفوا، مثلا نقول لك النحاس، ذرة النحاس لاحظ زاد 29، A 63، عدد النوترونات 34، يعني ذرة النحاس فيها 29 إلكترون، لكن عندي هنا شاردة النحاس Cu بلس، إذن Cu بلس مش غالطين هنا، يا في الحق Cu دو بلس لما نش غالط والله أعلم، ما عليناش، نقص لها إلكترون تولي 28 صح. هذه Cu بلس، هذا ايه ايه كان نحاس والنحاس ثنائي صح صح، سواسو في النحاس الثنائي لاحظ سي اي دو بلس، اذا نفس الشيء ذرة النحاس زاد 29، A 63، والنوترونات 34، لكن سي اي دو بلس الاولى سي اي بلس انقص الكترون من 29 ولا 28، في السي اي دو بلس نقصوا زوج إلكترونات، يعني من 29 ناقص زوج صافي عندنا 27. إذن لاحظ شحنة الشاردة سي او بلس عندها شحنة موجبة، الثانية عندها شحنتين موجبتين، عندها شحنتين موجبتين. لو رحنا مثلا الآن إلى نشوفوا مثلا آل ذرة الألومنيوم فيها زاد يساوي 13، الآ 27، نوترونات 14، يعني ذرة الألومنيوم فيها 13 إلكترون، فيها 13 إلكترون، لكن شاردة الألومنيوم استنى هي بالأحمر وزدت لها بالأحمر، شاردة الألومنيوم فيها ثلث شحنات موجبة، يعني فقدت ثلث إلكترونات، ذرة الإلكترونات ذرة الألومنيوم فقدت ثلث إلكترونات، أعطتنا شاردة الألومنيوم، يعني من 13 قولي 10 سيبو صح. الكلور CL يعني فيها 17 إلكترون، فيها 17 إلكترون زاد يساوي 17، A 35، نوترونات 18، يعني وهنا شاردة الكلور مو يعني شحنة سالبة، فيها شحنة سالبة، إذن زايدة بإلكترون 17 زائد 1 تعطينا 18. زيد مثلا عندي هنا السلفور اللي هو الكبريت صح، عندي ذرة الكبريت فيها 16 زاد 16 يعني فيها 16 إلكترون، 16 بروتون، A 32، 16 نوترون صح، لكن شاردة الكبريت S2 فيها شحنتين سالبتين، يعني فيها زوج إلكترونات زيادة، إذن 16 زائد 2 تعطينا 18. كذلك بالنسبة لشاردة النيتخير أو النيتخات تعطينا اللي هي لاحظ N 7 يعني زاد يعني 7 فيها 7 بروتونات 7 إلكترونات، ذرة النيتخير فيها A 14 و 7 نوترونات، إذن فيها 7 إلكترونات، لكن هنا عندي N 3 موان، إذن فيها
ثلاث شحنات سالبة، إذن السبع إلكترونات زائد ثلاث إلكترونات اللي راهي زيادة تعطينا 10، تعطينا شعار 10 إلكترونات. عندنا ثاني بعض العناصر اللي ماهيش موجودة الآن، مثلا راح نتلقاو به بزاف مستقبلا، الحديد الثنائي Fe2+، حديد ثنائي Fe3+، يعني عندنا الحديد الثنائي والحديد الثلاثي، يعني هذه فيه يعني زائد دو او، يعني شحنتين شحنتين موجبتين، وهذه فيه ثلاث شحنات موجبة. مثلا الزنك، شريدة الزنك Sn4+، يعني هذه شريدة الزنك فيها ربع شحنات موجبة. صح. المركبات الشريدية لي كومبوزي ايونيك، وشن هي المركبات الشريدية؟ يعني مركب يتكونوا من شريدتين او كذا. صح. هي اجسام او الاجسام متكونة من شوارد موجبة شحنة وشوارد سالبة شحنة. اجسام متكونة من ماذا قلنا؟ من شوارد موجبة الشحنة وشوارد سالبة الشحنة، وشوارد سالبة الشحنة. صح. خلاص. هذه تكون متعادلة كهربائيا، متعادلة كهربائيا، معلوم لأن عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة. مثلا نعطيك بعض الشوارد، مثلا Na+ Cl، NaCl اللي هو ملح، اللي هو كلور صوديوم، كلور الصوديوم، يتكون من شريدة الصوديوم الموجبة وشريدة الكلور السالبة، كلورير دو صوديوم. صح. الصيغة الكيميائية تاعو يعني هذا اسم المركب الشريدي، الشوارد هنا نكتبو الشوارد، بعد صنع الجدول ولا كيما حبيت، اسم المركب الشريدي، وهنا الصيغة الكيميائية، الكيميائية بس. صح. الصيغة عفوا الكيميائية تاعو هي NaCl، NaCl هو ملح الطعام. عفوا عندنا مثال آخر، Cu+ + O2-. هذا وشن هو؟ هذا أكسيد النحاس واحد، أكسيد النحاس واحد، أكسيد النحاس واحد، أكسيد دو كويفر أن، أكسيد دو كويفر أن. صح. الصيغة الكيميائية تاعو هي Cu2 O. علاش؟ لأن هذه فيها شحنة موجبة وهذا زوج شحنات سالبة، إذن لازم لنا زوج تاع النحاس يتحدوا مع واحدة تاع الأكسجين، وهذا ما سنراه في الدرس القادم إن شاء الله. عندنا كذلك عندنا Cu أي النحاس الثنائي، Cu2+ + S2-. لاحظ هنا عندك شحنتين موجبتين شحنتين سالبتين، أي كبريت النحاس، هذا يسموه كبريت النحاس الثنائي، وما يسمى سلفور دو كويفر، سلفور
دو كويفر دو صح سي او عفوا سي او اس صيغه الكيميائيه تاعو الالومنيوم مثلا ال 3 بلس بلس اس او 4 دو موان هذه لا هذه ماهيش احاديه الذره لا منخرجوش على الموضوع شوفوا لكم مثال نختموا به واحد سي ا دو بلس بلس اف موان صح هذا يعني عندنا شحنتين موجبتين وشحنه سالبه لازم سي ا يكون وحده والاف تكون زوج اذا الصيغه الكيميائيه تاعو سي ا و اف يكونوا زوج زوج تاع الفلور يعني فلور الكالسيوم فلور الكالسيوم صح او ما تسمى فلور دو كالسيوم ايوا كالسيوم دو صح كنا شفنا التوزيع الالكتروني بالنسبه للذرات والتوزيع الالكتروني بالنسبه للشواليد كيف راح يكون مثلا نعطيك شريده الليثيوم ليثيوم ال اي بلس يعني ا 7 والزد 3 يعني هنا زد تساوي 3 لو جيت ندير التوزيع تاع شريده ذره الليثيوم راح ندير ك 2 ومن بعد ك ومن بعد ال 1 خي هكا تاع لكن هنا عندي الكترون ضايع راح لي الكترون اذا نحي هذه هنا راك تمثل في شريده الليثيوم عندك مثلا شريده فلور اف موان فيها ا 18 والزد 9 يعني الزد يساوي 9 لو جيت نمثل نشوف مليح لو جيت نمثل مثلا ذره الفلور يعني راح تكون ك 2 وال راح يكون 7 اذا 9 هذه ذره الفلور لكن هنا عندي شحنه سالبه عندي الكترون زيادة اذا راح تكون هنا 8 ماشي 7 زيد شريدة الألومنيوم AL 3 بلس الـ A 27 وهنا 13 يعني Z تساوي 13 إلكترون لو جيت نمثل مثلا ذرة الـ AL ماشي شريدة ذرة الـ AL راح تكون A 2 وبعد L 8 يعني 10 وبعد M 3 صح لكن هنا يخصها ثلث الكترونات يعني كاين 10 فقط كاين ماذا كاين 10 اذا نحي هذيك راني نمثل في شريده الالومنيوم عندنا مثلا او دو مو شريده الاكسجين هنا 16 وهنا 8 يعني زاد تساوي 8 8 الكترونات لو جيت نمثل ذره الاكسجين ك 2 فيها 8 صح و ال 6 صح لكن هنا عندي في شريده الاكسجين زوج الكترونات زياده يعني هنا للسته نضيف زوج تولي 8 لو جيت شريده المغنيسيوم ام جي 2 بلس يعني ا 24 والزد 12 يعني زد يساوي 12 لو مثلت ذرة المغنيسيوم راح تكون فيها 12 إلكترون يعني ك 2 والآل 8 والآم 2 لكن هنا كاين شحنتين موجبتين يعني ناقصين بزوج إلكترون إذا بان مثل شريدة المغنيسيوم نحي هذا إذا الآن أصبحتوا تفرقوا بين توزيع الإلكتروني بالنسبة لذرة ذرة للعنصر الكيميائي كذرة وللعنصر الكيميائي كشريدة
أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.